وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور ناصر أرحب بك، ويعني برأيك ما هي توقعاتك لجلسة اليوم بين لندن وبروكسل، وهل ستنهي أزمة ظلت عالقة لثلاث سنوات وذلك بشأن العلاقات التجارية والجمركية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا من جهة وأيضا الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى خاصة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد؟ نعم، هي قضية شائكة، قضية إيرلندا الشمالية هي لا تؤثر على البريطاني العادي لكنها تؤثر على توازن لوبي قوي ضمن حزب المحافظين، جزء منه مؤيد للبريكسيت ومرتبط عضويا بأحزاب الموالية لبريطانيا في إيرلندا الشمالية يقال لهم الاتحاديين. هم قاموا بضرب الحكم الذاتي هناك، انسحبوا وانهارت الحكومة مما دفع لندن للحكم المباشر يعني ضمن احتجاج. ما تمخض من ثلاث سنين أن صحيح أن الحدود بقيت مفتوحة ما بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا وبالتالي الاتحاد الأوروبي، بمعنى السلع تدخل وتخرج بدون رسوم جمركية وبحرية، لكن ما حصل هو خلق نوع من حدود غير رسمية في بحر إيرلندا، وللسلع البريطانية يحصل عليها تفتيش بدخولها بإيرلندا الشمالية، مما يعني كأن إيرلندا الشمالية أصبحت ضمن الاتحاد الأوروبي عمليا من ناحية السلع والبضائع. هذا يثير نقمة، وبالتالي زيارة أورسولا فان دير لاين الآن برأيي لاجتراح نوع من لفلفة هذه القضية والمصادقة عليها مع الحكومة لفتح آفاق التعاون في الملفات الأخرى مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي. نعم، لكن يعني ما هي توقعاتك المنتظر من هذا الاجتماع، يعني إلى ما يمكن أن يفضي في ظل ما تحدثت عنه من تعقد هذه الأزمة بين الأطراف؟ إذا افترضنا أن هناك رضا بريطاني لإغلاق هذا الملف يعني في بريطانيا، لكن في إيرلندا الشمالية الأمر حساس، وبعد ثلاث عقود من إحلال السلام فيها باتفاقية الجمعة العظيمة برعاية وضمانة أمريكية على فكرة، فيعني بهذا الأمر له انعكاسات عبر الأطلسي، لا سمح الله إذا عادت الأمور الأمنية إلى التوتر هناك. هذا رقم واحد، بمعنى يدخل العامل الأمريكي مرة أخرى. اثنين، برأيي من مصلحة بريطانيا التي عانت اقتصاديا الآن ويتراجع اقتصادها على عدة جبهات من أمور البريكسيت، وبالتالي تريد أن تفتح تسوية هذه القضية لإعادة رسم العلاقة حكومة سوناك مع الاتحاد الأوروبي، لا أقول اتفاق تجاري جديد لكن تلطئة لإعادة رسم هذه العلاقة بعيدا عن المجامعة بعدة ملفات، المصائد البحرية، الاستثمارات، الضرائب وغيرها التي وقفل أحيانا الأسواق الأوروبية المالية أمام حركة لندن. إذن هناك نوع من برأيي نية أوروبية ألمانية فرنسية لإعادة تسهيل دخول لندن إلى الجسم الأوروبي، وخصوصا بعد أن أظهرت أنها دعمت أوكرانيا وتمشي مع الاتحاد الأوروبي بالدعم يعني العسكري والمالي وكذلك السياسي لحركة الاتحاد في أوكرانيا. نعم، يعني هل هذه هي النافذة الوحيدة التي يمكن لبريطانيا أن تحسن بها علاقتها مع الاتحاد الأوروبي عقب الخروج، يعني خاصة في ظل ما تعانيه الآن من تضخم ومن مشكلات اقتصادية، وفي بعض الأحيان حديث البعض عن الرغبة في العودة إلى الاتحاد، يعني ما رأيك بهذه؟ نعم صحيح، هناك قطاعات لوبي ضغط كانت في الماضي مع البريكسيت مثل نقابة الصناعيين البريطانيين، قطاعات تجارية لها شراكات مع أوروبا، لا ننسى أن السوق الاتحاد الأوروبي وأضخم سوق لبريطانيا استيراد وتصدير ما زال الآن يمثل 40%، وهذا الأمر شكوى الشركات البريطانية من العرقلة. اثنين، المنافذ الحدودية، هناك معاملات ورقية أو معاملات جمركية تتراجع، حركة المسافرين تراجعت بنسبة الثلث بين الطرفين، وبالتالي وعود البريكسيت وثمارها لم تتحقق كلها. هذا يفتح المجال كما سألت سيدتي، هل هناك نية؟ لا يوجد حزب سياسي بريطاني يقول الآن بأنه سيعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ما هو الآن متاح في عامين أو ثلاثة يعني مد جسور التواصل مرة أخرى لفتح المجال لاتفاق ربما يأتي بعد ثلاث سنوات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. هاتفيا من لندن كنت معنا دكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي.